أفتت اليوم اللجنة الوزارية للفتوى التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف أفتت بعدم جواز التكتم عن الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدة ضرورة تبليغ الجهات المختصة عن حالة الإصابة. واعتبرت اللجنة أن المصاب بمرض معدن مثل مرض كوفيد-19 لا يجوز له ولا لمعارفه وأقربائه شرعا إخفاء إصابته بالمرض، ويجب التصريح بذلك للجهات المختصة والامتثال للحجر الصحي وأسباب العلاج، مشيرة إلى أن من تكتم على مرضه وتسبب في نقله إلى غيره فهو آثم شرعا، ومن علم بإصابة هذا المريض وتكتم عليه فهو مشارك له في الإثم. وفي هذا الصدد دعت اللجنة إلى ضرورة التعاون مع الجهات المختصة لنشر الوعي بين أفراد المجتمع، داعية أصحاب الوظائف والمهن والنشاطات أن يلتزموا بنشاطاتهم وأعمالهم وفق التنظيم الجاري العمل به، مع أخذ كل التدابير الوقائية لحماية أنفسهم وغيرهم، مضيفة أن ذلك من فروض الكفاية في حق المجتمع ويعتبر في حقهم من الواجبات العينية التي يستحق فاعلها الأجر والثواب ويستحق تاركها اللوم والعقاب. وبخصوص شهر رمضان الفضيل، أكدت اللجنة أن الظروف الاستثنائية المتعلقة بوباء كورونا قد تحول هذه السنة دون تنظيم الموائد الرمضانية، داعية إلى الاستمرار في صنائع المعروف وتكييف نشاطات المواطنين الخيرية والتكافلية بما يتناسب مع هذه الظروف ومواصلة إعانة الأسر المحتاجة، إما في شكل مساعدات عينية أو صلات مالية. وحنت اللجنة على الاندماج في الجهد الوطني في هذا الشأن.